لحم ودم زينا أبطال وعاشوا وسطنا والضعف فيهم والألم ولا شيء زيادة عننا لكن إيمانهم بالإله ده كان علامة في عمرهم كانوا شداة وسط العداء ولا حتى نار تهمهم وكلامنا اليوم ده عنهم ده شيء بيشجع قلبنا تعالوا نسمع اللي جاي ده الدرس لينا كلنا أبطال وعاشوا وسطنا أبطال وعاشوا وسطنا. لو انت شايف نفسك لوحدك، لو عندك مشكلة ومش عارف تحكيها قدام حد، برنامج حكايات يقدر يسمعك ويساعدك في حل مشكلتك. اتصل بينا على 19 0100. ألو، برنامج حكايات؟ لو سمحت أنا عندي مشكلة مش قادر أحكيها لحد. أنا حاسس إن أنا نحت. أنا اتولدت يوم 13 في الظهر، اليوم النحت. ويوم ما اتولدت عمي مات. بابا وماما بقى كل ما يصفوني يقول لي انت جيت غلط اساسا، وفي كل عيد ميلاد يقول لي كان يوم اسود يوم ما جيت، كان يوم اسود يوم ما جيت. اما بقى اصحابي فدول مش بيرضوا ان انا اخرج اتفسح معاهم في اي حته، بيقولوا ان انا ببوظ الفسح عشان كل حاجه بتبوظ، وبيقولوا ان انا بنحس المكان اللي انا بروحه. يا ترى وانا فعلا نحس؟ لما الواحد بيشتري حاجه جديده ولا بيحصل له حدث سعيد في حياته، الناس حواليه بتقول له الف مبروك وتقول له الرب يبارك لك وبتتمنى له البركه في الحدث العظيم ده. ولما حد يتعرض لمصيبه او تحصل له كارثه، الناس بتقول له ده قدرك، قدر الله وما شاء فعل، كله اسمه نصيب، اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. وفي الحالتين الناس كلها بتسال ايه هو التفسير للمواقف الحلوه والمواقف المش حلوه اللي بيمر بيها الانسان، وهل فعلا في قوه فوق الطبيعه بتتحكم في البركات او اللعنه، ويا ترى صحيح في انسان منحوس وفي انسان محظوظ، وليه الناس فاكره ان كل المشاكل في حياتهم جايه من الخارج وان عمرهم ما كانوا سبب، واي نجاح في حياتهم بيقول ان هي بسبب ذكائهم وشطارتهم، ولكن كل فشل بيقولوا ده القدر والمكتوب والكلام ده كله. هل في ناس زينا اختبروا البركه رغم كلام الناس عنهم انهم منحوسين؟ هو ده موضوع حلقتنا النهارده في ناس زينا اللي عنوانها عايز بركه. هنناقش الموضوع ده من خلال شعر وحوار شيق وترنيمه جميله. خلونا في بدايه الحلقه نستمع مع بعض للشعر هيقوله لنا المفكر الشاعر نعيم عاطف. واحد بيقول انا حظي وحش، ماليش ابدا في الدنيا نصيب، وكل ما احاول انجح ملقاش تشجيع ومفيش ترحيب، وانا هعمل ايه؟ ربنا حاكم، ربنا رايد، وضروري حكمه يصيب ومفيش فايده، اعمل ما اعمل برضه هيفضل حظي كئيب. هتقولي في غيرك عايش في ظروف اصعب وقدر ينجح وقدر يغلب؟ لا، انا حظي اكيد اوحش بكتير. ده قدر ونصيب. غلطان يا صاحبي، وتفكيرك هو اللي غريب، اصل انت عينك مش شايفه غير الاكاذيب. ده ربنا عادل صالح مليان بحنان، كل المراحم من عنده وطريقه امان، في كل يوم يفتح ينابيع تروي العطشان، لكن المشاكل مصدرها قلب الانسان. بعد ما سمعنا كلام شاعرنا عن الحظ، تعالوا نسمع مع بعض الحوار بين الشباب وبين الدكتور شادي جورج ونشوف رأيهم إيه في الحظ. وهل ممكن نلاقي ناس زينا كانت الدنيا متقفلة في وشهم ومع ذلك عبروا فوق كل الحواجز والمفشلات والعقبات؟
مرات كتير انه يعني المثل اللي هو دارج ده انه المنحوس منحوس، يعني حتى لو علق على راسه فانوس، يعني هو في شخص كده يعني يروح المكان يقفله، يروح الحاجه يقفلها، يعمل اي حاجه تفشل. بحس يعني بحس ان هي هو متميز بالحاجه دي، متميز يعني يعني متميز خالص الحقيقه. يعني مش عارف، طب يعني هو فعلا في 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 نحس وفي في يعني، ولا هو انت شايف ايه؟ في نحس؟ انا شايفه انه في ناس كده، يعني هو في حد اول ما يدخل تحس ان الدنيا ضلمت قفلت، ما فيش مانع ان هو يجيب مصيبه معاه وهو جاي، ما اعرفش يعني هو اكيد هو مش مسؤول عن كده، بس هو فعلا بيتكرر معانا انه في حد مرتبط وجوده دايما، او بلاش كده، ابقى انا مثلا نجحت في حاجه في الشغل وبتاع، يا ده انت شاطره جدا، تاني يوم على طول الاقي خناقه قد كده. هو مش عارفه بصراحه، احنا بنشوف الموقف ده كتير، انه حد يبقى دايما لما بيمتدح حاجه او بيقول على حاجه انها حلوه قوي، نبص نلاقي انه حاجه وحشه قوي حصلت بعدها. مش عارفه يعني هو ليه دخل ولا مالوش. ممكن واحد بياخد محل مثلا في حته، المكان ده ما بينجحش خالص، وحس ان هو مكان منحوس فعلا، ويجي هو ياخدها مكان منحوس. انا طلعنا من شخصيه منحوسه، المكان منحوس، المكان اكن فيه لعنه يعني. لعنه فويجي نحس يعني. ولا نحس لعنه، مش عارف. اللعنه من ضمنها النحس يعني، واحده من ضمنها، وما ينجحش برضو يعني، نحس ان فعلا في حاجه غلط. انا بشوف فعلا زي ما قالت مرام ان في حاجات لما الناس بتمتدحها بنلاحظ فعلا ان حصلت فيها مشكله، او نبقى ماشيين بنخمس اللي هو يعني بنخمس وش الناس. في ناس بتزرع جواها مفاهيم خاصه من ثقافه معينه وبتعيشها، بس اصله يعني ساعات ما بيبقاش في اي تفسير للي حصل دوا، يعني لا انا عملت حاجه غلط، ولا انا يعني مثلا في خطيه في حياتي فربنا بيعاقبني. ساعات ما بيبقاش في اي تفسير، لازم نطلع بره قصه ربنا اللي بيعاقب، اللي هو الناظر اللي ماسك العصايه ده للناس، ما راحش الكنيسه يكسر رجله على طول، لو ما حطش في الفلوس في العطا يطلع يتنشل. لا، دي فكره خاطئه، عن سببها الجهل. في كتير من الامور سببها الجهل. في على فكره انتوا بتحكوا في اكتر من موضوع في وقت واحد، يعني جت سيره اللعنه، جبتوا كمان سيره الاماكن اللي ممكن يعني تكون منحوسه فعلا. ففي كذا حاجه مع بعض لازم نفنطهم، عشان كده عايز لسه الحوار تاني ياخدنا في القضيه دي. يعني نبتدي بالاول، هل في انسان منحوس؟ مش بس يعني ممكن اقول مش ماشيه معايا. تفتكر يعني قوه غير عاديه موجوده فيه بحيث ان هو يبقى منحوس، ولا امكانات معينه، ولا انسان تعود على اتخاذ قرارات خاطئه في الوقت؟ في ناس كده تعرف تاخد القرار الخاطئ في الوقت الخاطئ، فدايما يتحرك في مش مع الزمن، يعني بيتحرك بطريقه غلط، ياخد قرارات غلط في وقت غلط، فيبان انه منحوس، مش كده؟ ولا انت تقصد ان في قوه داخليه؟ لا، انا نحساه حاجه خارجيه. حاسس انه في قوه، لا مش داخليه، ممكن تكون قوه خارجيه. هل في قوه خارجيه ممكن تكون هي سبب النحس اللي هو فيه ده؟ يعني اصل يعني مثلا ساعات اروح انترفيو وانا عندي كل الكواليفيكيشنز المطلوبه وعندي كل حاجه المفروض، يعني المفروض ان انا اخد الشغلانه دي، وحد ما عندوش اي حاجه خالص ومن غير اي اسباب مفهومه هو اللي يتاخد في الشغلانه. طيب في واحد منحوس، واحد انا اللي منحوسه ساعتها. عارفين يعني ميكي كان عندهم واحد برضه في ولا برضه ما بتقروش ميكي؟ لا يعني دي جريده ثقافيه عاليه يعني. ميكي كان فيها برضه الراجل المحظوظ ده اللي كان يمشي يلاقي فلوس في كل حته، شخصيه ياما الواحد يتمنى يبقى محظوظ ده انه ماشي. انتوا عارفين ان دي حاجات ليها علاقه بالنفس الانسانيه الداخليه جدا، حكايه المحظوظ والواحد يتمنى انه يحصل على شيء بلا مجهود. بالنسبه اللي انت قلتي عليه حكايه ان انا اخش في انترفيو، ما هو ربما اللي بيعمل انترفيو ما هوش منصف. ما انت مش بتعملي انترفيو ماشي، ما هو انا يعني نحسي انا بقى اللي جابني مع انترفيور مش منصف. لا مش نحسك، دي الدنيا موجود فيها، لأن الدنيا أساسا موضوعة في الشرير، والسيستم كله قائم على أمور مغلوطة بسبب الخطية اللي الناس رافضة تقولها، أن يعني بسبب الخطية المجتمعات صارت مش مظبوطة، حتى أعلى المجتمعات ثقافة أيضا ما زالت مش مظبوطة حتى في الاختيار. تعرف أن في عنصرية حتى في أمريكا، في عنصرية بعض الناس من جنسيات معينة ما ياخدوش دراسات معينة، في عنصرية. انت بقى تيجي تقول اشمعنى انا لما جيت
دخلت جات الامور في لا المجتمعات كلها موضوعه في نظام شرير يعني. ما تتوقعش منه ان يكون منصف يعني. ان احنا نربط دي بالنحس بقى او بالحظ هذه خطيره بقى. ليه؟ هو في حالات بردني؟ يعني كلموا تدفوا شوي. هو في حالات خاصة يعني، في حالات ما بنعرفش فعلا ايه الشخص ده فعلا منحوس. طب ايه الخطورة ان انا اعتبره ان هو منحوس؟ ممكن اصدق مثلا في حاجة اسمها كده. يبقى ايه الخطورة علي انا شخصيا بغض النظر انه ينحسني مثلا مش فكرة ينحسني، لكن ايه الخطورة؟ في حاجة اسمها قوة الإيحاء، إنه يعني أنا ممكن أبقى متخيلة إن أنا لو قابلت فلان دوا أنا أكيد هقع في مشكلة، فأفقد تركيزي في الحاجة اللي أنا بعملها فأقع في مشكلة، فأربط دايماً إن هو عنده ده هو السبب يعني. جزء مهم، لكن إيه الأخطر من كده؟ كانت عندي واحدة صاحبتي كده تقول لي النحس ده زمن بيعدي على الواحد. يا أخي المهم إن الناس عندها منطق في كل الأمور اللي ده أنا قال لك شوف عندها منطق، تقول لك النحس له زمن يعني بيت فيها فلسفة. صديقتك طيبة يعني، بس ده منطق غريب جدا. التسليم بوجود نحس وعدم، كأنه في هناك قوة إحنا بنؤمن بوجود قوة قادرة على تغيير الأحداث وقيادة الأحداث، وده خطير جدا في إيماننا. إن إحنا لو صدقنا إنه في قوة معينة تنحس وتبهدل، ده تسليم مننا بإن في حاجة يعني فوق الطبيعة تتحكم في البشر، ولو عملنا كده يبقى عندنا آلهة أخرى. خطير جدا إن إحنا نفهم إن الدنيا مسيطر عليها قوة غير السلطان الإلهي. يعني دايما في تفسير، يعني ما فيش حاجة اسمها إنه الحاجة دي حصلت كده بشكل عشوائي، أو إنه يعني هي ملهاش دايما لازم دايما يبقى فيه تفسير حتى لو احنا مش فاهمين التفسير ده. هو بيبقى فيه، بس احنا لازم نعرف ايه اللي حصل ليه كده. ما في ابعاد مش معروفه، في ابعاد نفسيه عند الراجل، في ابعاد نفسيه، في ابعاد حضرتك قلت عليه المحل ده بتاع اللي فتح 4 مرات. يا اخي في حاجه اسمها دراسه جدوى بسيطه جدا، واحد راح يفتح مكتبه بيع كتب في حي كله اميين، متوقع الناس تروح تشتري منه ايه؟ هيشتري منه كتاب يعمل منه قراطيس؟ ما بيقراش. ما هوش سبب الوجود قوة تنحس بقد ما هو سوء تفكير. بس في حاجات احنا بنشوفها فعلا ملهاش تفسير، يعني مثلا واحد راح صلح عربيته، اول ما طلع من عند الميكانيكي وقعت عليه حاجة بهدلت الدنيا تاني، فده احنا اول حاجة بتيجي في دماغنا البني ادم ده منحوس يعني. وليه ما يكونش مجرد تتابع احداث يعني غير منطقي؟ يعني ماشي وقعت على، ولا يعني مثلا وقعت على راسه طوبه وماده منحوس، ولا انه في قانون طبيعي اسمه قانون الجاذبيه، والراجل اللي بيبني ضرب الطوبه بكيعه وقعت بقانون الجاذبيه نزلت على راسه. في قوانين طبيعيه شغال، لكن احنا ليه بنفسر ده انه منحوس؟ لان احنا يمكن بنقارن بين الحاله دي وحاله واحد متبارك قوي. قارنه برضو بتعمل لنا ازمه، ودي من ايام ما توجد 2 بني آدمين في الأرض، بقي 2 إخوات أصبح بينهم مقارنة. المقارنة دي متعبة جدا، فأنت بتقول إن في بركة قدام العين. طب هو في بركة ولا مفيش بركة؟ أه في طبعا، في، لأن الله غني، وحاجة من الحاجات اللي بيحبها أي إنسان غني إنه يكرم. هو إله غني وكريم وبيكرم، ففي ناس، بس هو العين هي المشكلة. عيني أنا اللي بتشوف الناس دي بمنظور، وتشوف الناس دي بمنظور ده، المشكله عندنا. بس مرات يعني ايه تختفي البركه شويه، فيعني حتى يعني كمؤمن ممكن تختفي عنه البركه شويه في كام حاجه، فيبتدي يلجأ للنقطه الثانيه. هو ربنا يعني ايه قصد، يعني هقول تعبير كده، قصد ينحسني يعني مثلا، او يعني يتقل عليا شويه، او فتبتدي بعد شويه تخش له شكوك انه لا يعني ما عادش في بركه، ده دلوقتي في نحس، في يعني في حاله نحس مستقصداني. في حد يقدر يعرف لي البركه بسرعه كده؟ يعني ايه بركه؟ يعني ايه بركه؟ خير، حاجات كويسه احنا محتاجينها. البركه حينما يتدخل الله بقانون عكس، بقانون يفوق تفكير الانسان، ده بركه. مع قرش يساوي، زي ما بيقول الناس يعني، مع قرش يساوي قرش، مش كده؟ ده الناس بيقول اللي مع، يعني انا رصيدي 100 جنيه ده الدنيا، لكن لما تيجي 100 جنيه تساوي 100,000 جنيه، ده بس بلاش الفلوس يعني، لكن ادي سموها البركه، انه في تدخل غير طبيعي في الامور. حينما تدخل الله بامور غير طبيعيه في الامور فهو دي البركه. والكتاب بيتكلم على انه مره برك اسحاق
زرع مرة فأصاب كام حد عارف؟ 100 ضعف. 100 ضعف. 100 ضعف ده لا يمكن أرض تعطي 100 ضعف، يعني لا يمكن بطريقة طبيعية الأرض تعطي 100 ضعف. واضح أن البركة كانت أن الرب تدخل وعمل ويقدر يعمل إلى 100 ضعف. الله عاوز يبارك، مش عاوز ينحس، لكن عاوز يبارك. طب بلاش نحس، يعني ما ينفعش مثلا نقول انه اللي حصل ده اسمه ونصيب، هو نصيبه كده، يعني هو ربنا قاسم له كده، قاسم للي حصل له المشكله دي كده. الاسم نصيب فكر قدري مش بتاعنا، لكن محيط بينا بشده واحنا متاثرين بيه تماما. والاسم نصيب يخلينا نخش في متاهات، يعني نشك في محبه الله على طول. واذا كانت اسمه نصيب يبقى الله عاوز يحاسبنا ليه في النهايه؟ إذا كان كل شيء مكتوب وكل شيء مقدر من عنده يبقى بيحاسبني ليه؟ وإذا كان اسمه نصيب يبقى ليه اشتغل؟ ما هو في النهاية اجري جري الوحوش غير رزقك لن تحوس. لن تحوس ويكتبوها على العربيات، يعني من حاجات الإيمان بالقسمة والنصيب والقدرية يدخلنا في متاهات كبيرة جدا، لا نشتغل ولا نحاول نعمل خير ولا حتى، لان حتى ممكن واحد يقتل واحد يقول له اصل ده مكتوب، يعني مكتوب هيروح فين من المكتوب؟ نسمع الكلام ده فكر قدري. هل في يلغي اراده الانسان وفكر الحر؟ هل في شروط للبركه؟ يعني هل يعني ازاي انا مثلا ازاي احصل على البركه؟ او في شروط ليها؟ احنا عندنا نصين بالكتاب حلوين عن البركه، عن سنه اليوبيل، واتكلم فيها عن الغفران وعن ان كل الناس تفك العبيد وتدي فرصة الأرض ترتاح في السنة 50 والناس كلها ترجع لأراضيها، ما فيش في عبودية ويبقى في، وهي رمز الغفران. في السنة دي رب قال أأمروا ببركتي، فلما الناس تبطل تتحكم في بعض وتستعبد بعض وتزل بعض، لو الناس فكت بعض الرب يأمر ببركة. نقدر نقول الغفران ممكن يكون مصاحب بالبركة، لكن بركة عطية من عند ربنا ما نقدرش نقول له إمتى وإزاي وفين وحاجات زي كده. بس لازم الواحد دايما يكون متوقع تدخلات الله. ما هي تدخلات الله بركة؟ نخش بيتك في شغلك وتقول له مستنيك، أي تدخل منه بركة، أي تدخل منه بركة. مش لازم البركة تبقى في الفلوس، يعني لأن احنا ما عندناش غير الحتة دي نقول عليها هي البركة. لا، رب يتدخل في الوقت، أيام تبقى كده عندك وقت بيجري وانت مش عارف راح فين، يبقى يوم سريع كده وفي وقت يوم، بس اليوم دسم، اليوم اللي تسلمه لربنا يبقى دسم في بركة. تدخل غير طبيعي 24 ساعة بيت 48 ساعة في الانتاج، دي بركة يعملها لك الرب. الصحة بركة أيضا، العلاقات بركة، إن الرب يديك ناس تحبها وتتعامل معها بركة. شخصية عجباني قوي في يعني هو طلب البركة والرب بارك، والحقيقة في الكتاب المقدس اللي هو يعابيس، عارفين طبعا حكايته. يعابيس معنى اسمه ايه؟ لانه اتولد في ظروف صعبه، يعني بمعنى خلينا نقولها بالبلدي الفقري المنحوس. يعني قبل ما يطلب البركه كان لازم شخصيا يخرج من ازمه اسمه. انتوا عارفين احنا في المجتمعات الشرقيه قاسيين قوي على بعض، نسمي الناس بالعيوب، يعني مثلا بيت جلده، يعني ان هم مش كرة ما يقولك ده بيت جلدة، ونسمي مثلا واحد راسه صغيرة لمونة، ونسمي واحد قصير نقول له ايد الهون، احنا نحب كده نسمي، ونسمي واحد بنضارة نقول له باربع عيون. حد ما فيش في الثقافات زي الثقافة بتاعتنا دي. وعندنا مثلا واحد جاب بنت في بنت في بيت مستني الولد مش جاي، فجي قال لك استكفينا، سمى بنت من البنات استكفينا، فطلع اسمها استكفينا، خد يا استكفينا روح يا استكفينا. تخيل بنت استكفينا دي تطلع بانهي ثقافه، يعني تعيش ازمه الاسم ده، اسم انها يعني مش مرضي عنها. يعابيس اتولد باسم زي كده، الواد الفقري طلع من الازمه، طلع انه ما حسش ابدا انه هو ابن الحزن والاسى، فطلع بره وما كانش عنده لوم على ربنا، وابتدى يعلى عن المستوى اللي هو اتحط فيه وطلب البركه والرب باركه. انا دلوقتي عندي مشكله ولو حاسس ان انا منحوس، ايه الخطوات اللي اعملها عشان اطلع بره المشكله دي؟ شوف، لو انا اقول لاي منحوس او اي واحد حاسس انه منحوس،
إن كنت تقابلت مع الرب يسوع بالتأكيد هتحس إنك أنت محظوظ إلى الغاية. بلاش نقول بقى يعني، لأن إنك تشعر إن الملك الملوك مات عشان خاطرك، ما أعتقدش إنك أنت تبقى منحوس. أنت تبقى لك قيمة، وقيمة عظمى كبيرة جدا في عين نفسك في الأول. أنا ما اتولدتش مؤمن، وعشت فترات طويلة مش مؤمن، ولما بشوف زمايلي في هذا الأوقات، بعض زمايلي اللي أنا أعرفه من زمان قبل الإيمان، أشعر بالنعمة وأشعر إن أنا محبوب جدا إني أنا عرفت الرب وإن أنا عشت في حياة للرب. يعني ما أعتقدش إنسان تقابل مع عمل الله في المسيح يسوع يشعر إن هو حظه قليل، أو العكس، يحس إنه محبوب، وإنه إنه ربنا يكشف عن ذاته ليه وإن يؤمن بيه. ده قمة المعنى في الحياة. طب والمشكلة نفسها اللي هي عنده، يعني هو هيعرف من نفسه إن هو محظوظ، طيب لكن المشكلة بقى محبوب، المشكلة الموجودة دلوقتي يعمل فيها إيه؟ إزاي يطلع بره فكره إن هو مفيش حاجة اسمها نحس؟ بالظبط، ما أنت زائرت مرام إنه في جزئية ضخمة جدا، إسقاط نفسي. يعني هو صدق إن هو، أنت عارف طبعا إنك أنت لما تبتدي تعمل حاجة وانت حاسس انك هتفشل هتفشل، حتى في بتوع رفع الاثقال، ابطال رفع الاثقال، يفضل المدرب يقول له هتشيلها هتشيلها، خبط على صدره كده، لا ترفعها ترفعها، بيقنعه انه هو يشيلها، هو بيقتنع وبيرفع. فالانسان محتاج كده ان هو يعني يقول يعني استطيع كل شيء في المسيح الذي، دي نقطة الانطلاق لهذه الأمة. طيب في مشكلة تانية، الناس خدت عني الانطباع ان انا منحوس، بس انا اقتنعت، يعني اقتنعت بكلام حضرتك انه انا خلاص مفيش حاجة اسمها نحس، بس هي الناس كل ما عدي يعني ازاي النقطة دي ما تكونش سبب بالنسبة لي؟ ليك حق، الناس قاسية وحكم الناس قاسي، ومرات بيحطم ناس ومرات بيكسر ناس الحقيقة. ولو نعرف ان احنا اصلا هو صراع ممالك، احنا صراع مملكة المسيح ضد مملكة الشر، وان اساليب مملكة الشر هو التحقير والتقليل من هذا، فمن ضمنها دي، لو هو من ضمن نحس ان هو منحوس، لو هو يثق في الهه ويثق انه ابن لله واعطاله سلطان ان يصير ابن الله ويبقى ماشي رافع راسه، اتصور ان مع الزمن الامور تتغير. لان اول حاجه لازم عشان نقنع الاخرين بها لازم احنا نقتنع. لما نقتنع ان انا ابن الله مدفوع فيها ثمن وان انا هستخدم في الملكوت، دي نمره واحد، مع الزمن كل الامور دي تصبح. طيب انا عندي سؤال، بلاش انه انا اللي عندي المشكله، لكن مش بيحصل انه احنا نبقى مثلا جايين من جيل، الجيل ده زمان اتلعن، هل لازم اللعنه اللي اتلعنوا بيها دي، يعني سام وحام ويافس مثلا، هل اللعنه بتاعتهم دي لازم هتفضل ماشيه لغايه الجيل بتاعهم لغايه اخر واحد فيه؟ انت تذكري معانا في قضيه اللعنات وتوارث اللعنات وهذه الامور. طبعا هو مش فيها اختلاف في الرؤى ولا حاجه، بس خلي بالكم العهد القديم كان فيه اعلانات لاشكال معينه واساليب معينه ما يصحش انها تبقى ماشيه في العهد الجديد. ربنا كان عاوز يقول حاجات معينه من خلال سلوكيات ناس في العهد القديم، اتغيرت المفاهيم دي في العهد الجديد. لكن اللعنة، الصليب نقطة محورية جدا في التاريخ، يعني الرب يسوع بالصليب نقطة محورية جدا في التاريخ وفي اللعنات بالذات، يعني لأن هو شال كل اللعنات وشال كل هذه الأمور. لكن يفضل الإنسان باختياراته. بقى في العهد الجديد في إنسان في العهد الجديد عايش في العهد القديم، يعني في إنسان لم يعرف بعد أن الرب يسوع رفع كل اللعنات من على البشرية، ومش مسلم حياته للمسيح، وما زال عايش بالمنطق بتاع العهد القديم أن هناك لعنات وأن هناك أمور متوارثة، خلاص يلبسها يشيلها ما دام هو مصر أن يعيش بالمنطق المقلوب. خليه، الصليب غير مجرى الحياة تماما. يعني قد يحدث كثير من الأمور مش هنفهم، مش مشكلة، أنا مش فاهم، أنا مش فاهم ليه لما صلح العربية طلع نزل عليه قالب طوب، وليه بعد ما صلح نزل عليه قالب طوب ضربت فردة كاوتش، يعني ما أنت عارف الفيلم الهندي ده اللي بيعملوه، ليه؟ مش فاهم، أنا مش فاهم، خلاص مش مشكلة، في حاجات كده أنا مش هفهمها، لكن مش لازم أصل بالاستنتاج بتاعي إلى أمر ما، يعني خصوصا فيما يتعلق بنحس أو عدم، أنا مش فاهم. لان انا لما اقول للناس استنتاج، انا كونت فكره، يجي الثاني يروح مكون نفس الفكره، نعمل قضيه. لكن نلاحظ بقى في قضيه
ان اللعنات دي اساسا جت بعد، بالتاكيد اللعنه مش في القصد الالهي، يعني الله لما خلق اكمل صوره واحسن حاجه، وما يجوزش ان احنا نقول ان ربنا خلق بلعنه اطلاقا، خلق حاجه جميله. دخول الخطيه الى العالم هي اللي فسدت الموضوع، دخلت مع اللعنات. طيب في خطيه، والخطيه موجوده، الانسان اللي بيعيش في الخطيه يبقى ممكن يتعرض للعنات، لان هو تحت سلطان مملكه الشر. ممكن يبقى واحد وحدي، ممكن يبقى بيت، اسره بالكامل عايشه في مناخ شر، زي ما احنا بنقول واحد بيسلم حياته للمسيح، واحد بيسلم حياته للشيطان، فمش يبقى ضحيه، يبقى اداه في ايد ابليس، يبقى شرير جدا في عيني الرب. هو في شرير وفي شرير جدا، طبعا في شرير ضحيه لشغل ابليس، في شرير جدا مستخدم من ابليس ابنه، ففي اسر مستخدمه، الاسر دي تحت سلطان ابليس. ابليس مملكه ظلمه مليانه بكل ما هو سيء، مليان باللعنات، عشان كده يفسر عائلات في عندها اثار مدمره، يفسر ايضا بلاد، ممكن بلاد بالكامل بتحب السحر وعايشه في السحر، ففي بلاد بالكامل فيها اثار تدميريه من ابليس، تسميها لعنات، تسميها زي ما تسميها، ابليس ماسك المنطقه دي وبيتصرف فيها زي ما عايز. والحل هو مره اخرى مملكه الخير لرب يسوع، يسود على قلوب الناس، يغير الامور ويغير اللعنات الى بركات، لو الرب يسوع سيطر على الناس دي. فما فيش حد منحوس الا اذا كان تحت سلطان ابليس. ربنا يبارككم ويباركك. زي ما سمعنا في ناس كتيرة جدا مقتنعة جدا بثقافة النحس، لدرجة ان هي ممكن تسبب لهم مشاكل كتيرة جدا في حياتهم. وعرفنا كمان ان في كتير فاكرين ان في قوة خارج الانسان وفوق الطبيعة هي السبب في كل المواقف الصعبة والاحداث الغلط للانسان. وعرفنا كمان ان السبب الحقيقي لتعب وفشل الانسان هو الخطية. وسمعنا كمان ان المشكله المحيره دي كانت في ذهن واحد زينا اسمه اساف، وكان بيقارن نفسه مع الاشرار الاغنياء اللي شايفهم محظوظين عنه، وشايف نفسه منحوس والحظ دايما مديله ظهره، لغايه ما دخل محضر الله وتغيرت طريقه تفكيره كلها في مزمور 73. البركه بتظهر في حياه اسحاق ابن ابراهيم لما تدخل الرب في زرعه واعطاله 100 ضعف. ونشوفها كمان مع واحد زينا اسمه بولس اللي كان عنده قليل جدا لكن ربنا كان مبارك فيه. اما اللعنه فدي حصلت بسبب الخطيه، ممكن تكون موجوده داخل بلد او داخل عائله، والحل بتاعها هو حل واحد، الايمان بالرب يسوع، لانه هو شال كل اللعنات لما صار على الصليب لعنه من اجلنا. عزيزي المشاهد، عايز البركه في حياتك، اعرف انها ما بتجيش الا عن طريق الغفران والتحرير والمحبه في حياتك. وخلي بالك انت من حقك تطلب البركه دي من الله في صلاتك، زي ما حصل مع يعبيس طلبها من الله والله اعطاها له. ونسي كلام الناس عنه انه فقري ومنحوس زي اسمه، ورفض توجيه اللوم لربنا، وساعتها استمتع باحلى حياه. واما لو كنت حاسس انك انت منحوس، وده طبعا الشعور خطأ، عندك فرصه انك تتعرف على المسيح، وساعتها هتكون اكبر محظوظ، لان قيمتك وغلاوتك وكل احلامك وكل البركات اللي بتحلم بيها هتلاقيها في المسيح. هنسيبكم مع اخر فقره في برنامج ناس زينا. هنسمع ترنيمه بتقول اشواق للبركه جوانا. نتقابل في حلقه جديده ان شاء الله من برنامج ناس زينا. ربنا معاك. وأكتر تدينا تؤمر بالبركة في
عايزينك تيجي بسلطانك تأمر لحياتنا بحرية، نثبت في الحق يحررنا من كل خطية وعبودية، من نكرس بكلامك بجسارة، نزرع والمجد يكون لاسمك، وبقوة روحك بحرارة نحصد ونفوس تعرف شخصك، قوينا فنعمل أعمالك تدينا كمان أعظم منها، وحياتنا متابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 36100 Seal Beach, California 90740.